بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا احنا شفنا في المره اللي فاتت الخساره او التضحيه اللي معلمنا بولس الرسول عملها علشان يربح المسيح. وبعد كده زي ما شفنا سبع تنازلات معلمنا بولس الرسول اتنازل عنها من اجل معرفته للمسيح، نبص نلاقي على طول يكمل ازاي ربنا عطيله البركات السبعة اللي هيكسبها من ناحية تانية بالمقابل. ولازم نبقى واخدين بالنا باستمرار لما يبقى فيه سبع تضحيات او سبع حاجات بولس الرسول اتنازل عنها وخسرها، وسبع حاجات تانية اللي هي كسبها، على طول نلاقي ان رقم سبعة ده رقم ايه؟ رقم الكمال. ولما نيجي هنا نلاقي سبعة ورقم الكمال، يعني كأن ربنا بيدي لمعلمنا بولس الرسول 100 ضعف عن التضحيات اللي ضحاها من أجل فضل معرفة المسيح. والحاجات اللي معلمنا بولس الرسول بيتكلم عنها إنه كسبها، يعني كانت تعتبر أشياء روحية وبتدخله في علاقة مع المسيح، على عكس الحاجات اللي ضحى بيها اللي كانت تعتبر بالنسبة له أو بالنسبة لأي واحد يهودي مكسب كبير. عشان كده يقول إيه؟ وأوجد فيه وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. البركة الأولى أوجد فيه، والحياة معلمنا بولس الرسول يعني هدفه باستمرار في كل حاجة يعملها إنه يتحد بالمسيح. وعشان كده عايز يقول أنا والمسيح باستمرار حاجة واحدة، وبالطريقة دي يبقى المسيح بالنسبة له الكل في الكل. عشان كده تبص تلاقي باستمرار معلمنا بولس الرسول يستخدم تعبير في المسيح، ومرات تانية يستخدم تعبير بالمسيح، ومرات تانية زي في رسالة الرومية عدد 5 إصحاح 5 يقول بالمسيح، وبعد كده في إصحاح 6 يقول مع المسيح. وبالتالي هو كل تفكيره أوجد فيه، يعني مع المسيح أو في المسيح أو بالمسيح. المهم في الأول وفي الآخر المسيح بالنسبة له الكل في الكل. ولازم نفتكر حاجة مهمة قوي برضو تبقى واضحة قدامنا على قلب معلمنا بولس الرسول: لا شيء في الدينونة على الذين في المسيح، الذين هم في المسيح يسوع. ماشي، فيش شيء في الدينونة على اللي هم في المسيح يسوع. وتلاقي بعد كده يقول لك: لأن ناموس روح الحياة في المسيح. يعني يا جماعة المسيح ده بالنسبة لي هو اللي طلعني من ناموس الخطية، وهو اللي دخلني في علاقة الحب مع ربنا. وزي ما قال كده في رسالته إلى أهل فيليبي: أوجد فيه. وأوجد فيه دي بالظبط تفكرنا بالسمكة اللي ما تقدرش تعيش غير في المية، ولو طلعتها بره المية يحصل إيه؟ تموت على طول. وبالتالي غاية
معلمنا بولس الرسول في كل شيء هو المسيح، وبالتالي دي أول بركة اتمتع بيها معلمنا بولس الرسول. البركة الثانية البر الذي في الإيمان، الذي بإيمان المسيح. خدوا بالكم أن معلمنا بولس الرسول قال وليس لي بري الذي من الناموس، يعني لكن إيه؟ البر الذي بالإيمان بالمسيح. يبقى هنا البر اللي عايش فيه معلمنا بولس الرسول أو اللي اتمتع بيه مش البر بتاع العلاقة بالناموس. عشان كده لو بصينا على يعني أول سفر اتكتب في الكتاب المقدس من جهة الزمن وهو سفر أيوب، اللي بنلاقيه من ناحية التاريخية عاش في أيام البطاركة الأولانيين اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبيقال إن أيوب هو كاتب السفر في حين إن موسى كتب المقدمة فقط. والسؤال الأساسي اللي حطه في سفر أيوب كيف يبرر الإنسان عند الله؟ إزاي الإنسان يبقى بار قدام ربنا؟ إزاي يتزكى مولود المرأة؟ يعني إزاي الإنسان يبقى مقبول عند ربنا ويتحسب الإنسان قدام ربنا بلا إيه؟ بلا خطية. وإزاي الإنسان ينال رضا ربنا؟ والبر معناه يعني إن ربنا راضي على الإنسان. وعشان كده نلاقي بعد كده مثلا في المزمور يقول إيه؟ يقول طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. يعني هنا يا بخت الإنسان اللي ربنا ما يحسبلوش خطية، لأن طبعا ده معناها إن الإنسان ده بار في عين ربنا. وغريب جدا إزاي ربنا اللي بينسب إلى الملائكة حماقة زي ما قال في سفر أيوب، إزاي بعد كده يبقى أنا في عين ربنا مقبول وراضي ربنا عنه؟ طبعا الكلام ده يا جماعة مش رضا ربنا عني مش بالأعمال الحسنة، لأن زي ما قال أشعياء كثوب عدة كل أعمال برنا، أشعياء 64، يعني كل اللي احنا عملناه زي ثوب إيه؟ نجس. وأعمال الإنسان ما بتبرروش أبدا، لأن البذرة بتاعة الإنسان في أصلها فاسدة، وبالتالي يبقى العقيدة في الأساس بتاعها، الحجر الأساسي بتاعها في الإيمان بالمسيح. وبالتالي يبقى النهاردة لما نبص كده مرة تانية في أشعياء 48 نلاقي يقول فالإنسان مولود بالأثام، من البطن سميت عاصيا، من البطن أنت سميتني عاصي. فيا رب يعني هننفع في إيه بعد كده؟ وبالتالي في ربنا في القديم عطى فرص الإنسان، وكل مرة بينتظر إن الإنسان يتجاوب عن الفرصة لكن ما بيتجاوبش أبدا. يعني مثلا تبص تلاقي بني إسرائيل ربنا عطاهم الناموس وقال لهم افعل هذا فتحيا، وفي الآخر إيه؟ نلاقي إن إيه؟ إنهم في الواقع الجميع زاغوا وفسدوا وأوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ما فيهمش حد أبدا نفذ الوصية. علشان كده بأكثرهم لم يسر الله، عشان كده طرحوا في القبر في القفر زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى. طيب أمال هنا الحكاية إيه يا جماعة؟
ازاي الواحد يوصل للبر قدام ربنا، ازاي الواحد يبقى بار في عين ربنا. زي ما قلنا الانسان عشان يتبرر لازم يحس برضا ربنا عليه ويحس بالسلام اللي ربنا بيدهوله، وده مش ممكن يحصل ابدا الا من خلال ارتباطي بالمسيح. وعشان كده احنا باستمرار لما بنلاقي ان احنا عايزين نوصل للبر نقول او ان احنا نرضي ربنا، يعني هنا يبقى على طول ايه؟ يبقى على طول البركة التانية، البر الذي بالإيمان بالمسيح يسوع. وبالتالي ليس لي بر الذي في الناموس، يعني بولس بيقول يا جماعة محدش هيقدر يعني ينفذ الناموس بالكامل، ومن أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. عشان كده أصبح معلمنا بولس الرسول يقول بل البر الذي بإيمان المسيح. يبقى أنا البر بتاعي ده جاي منين؟ جاي من وجود أو من عمل نعمة المسيح في حياتي أو بالمسيح اللي جوايا. وبالتالي أنا كإنسان عاجز عن أننا نتمتع بالبر، ولكن ربنا عطى الناموس للبشر عشان يكتشفوا عجزهم ويدركوا أن هم مش هينالوا البر بمجهودهم الخاص، لكن هيجي البر من خلال إيه؟ من خلال علاقتهم بالمسيح أو من خلال عمل المسيح في حياتهم. وعلى قد ما إحنا بنخلي المسيح يشتغل جوانا، على قد ما هو نلاقي نفسنا ماشيين في الطريق الصح. وبالتالي نلاقي كده إننا إن اعترفنا إن الله كده يعني قدوس وبلا عيب، نلاقي من جهة تنفيذ الوصية إن ليس بار ليس ولا واحد. لكن لما نبص على صلاح ربنا واعترفنا بعمل المسيح في حياتنا، على طول نلاقي زي ما قال معلمنا بولس الرسول يا جماعة لا نستطيع أن نتبرر أمام الله إلا إيه؟ إلا من خلال العمل بتاع نعمة ربنا فينا. عشان كده في رومية قال إيه؟ وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، فبعد أن استعبد الإنسان بكل طاقاته بدون نتيجة، نلاقي على طول بعد كده إن الإيمان بالمسيح وبعمله وبالفداء نلاقي متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبقى هنا نلاقي السيد المسيح بالنسبة لنا هو الفدية اللي هو بدل مكان بني إسرائيل قدموا خروف الفصح وحطوا علامة الدم على العتبة والقائمتين، وكانت النتيجة في الآخر إن الملاك المهلك عدى عليهم واللي شاف علامة الدم سابهم ومشي. أنا برضو هنا في المسيح خدت دمه من خلال الصليب، وبعد كده هو مات علشان على الصليب، وبالتالي أصبح مصدر البر بتاعي. وبالتالي مجرد أننا نؤمن به كمخلص وكفادي، نلاقي نفسي عايش إيه؟ في رضا ربنا، ربنا راضي عني، وبالتالي نبقى أنا عايش في إيه؟ في البر اللي الذي من الله أو اللي مرضي من ربنا. وبالتالي نقول زي ما بيقول ليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان بالمسيح أو بإيمان المسيح. هنا ما فيش راحة ليا في الناموس،
وطول ما انا بفكر في الناموس هنعيش في تأنيب ضمير وتعب داخلي، وعايز نقدم ذبايح والذبايح تتكرر، وشغلانة طويلة مش عايزة ايه، مش عايزة تخلص. لكن هنا ذبيحة المسيح وصليب المسيح مرة واحدة، ونلاقيه يقدم ايديه الطاهرتين على الصليب، علشان قبل ما يموت، قبل ما يقدم نفسه على الصليب، يقدم ذبيحة جسده ودمه يوم ليلة خميس العهد، ويديها للتلاميذ عشان في الآخر يضمن ان هما كنيسة واحدة، وبالتالي هما بقوا كنيسة واحدة، وفي كل كنيسة بتنتظر مجيئه التاني، ما يبقاش تكرار لصليب المسيح لأنه ذبح مرة ووجد فداء أبديا. ذبح مرة واحدة ووجد لنا فداء أبدي، وبالتالي زي ما قال المسيح لما جه يغسل رجلين التلاميذ، وبطرس قال لا ما تغسلنيش، وبعد كده اللي غسلني بالكلية قال لا بطرس، واللي اغتسل مرة ما يحتاجش أبدا إلا أننا نغسل رجليه، وبالتالي قال له إن ما كنتش نغسل رجليك مالكش نصيب معايا، لأن ده كان علامة التبرير والتقديس اللي ربنا بيدهولنا. وعشان كده نلاقي في فيليبي آية جميلة بتقول لنصير نحن بر الله، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية، وبعد كده يتصور ربنا فينا ويطهرنا، بعد كده يظهر بره ونعيش وإحنا حاسين برضا ربنا علينا، وإزاي ربنا مرات كتيرة قدم بره وقدم عدله وكانت النتيجة صعبة زي أيام نوح وأيام سدوم وعمورة، ولكن لما نيجي في العهد الجديد نلاقي إن ربنا بيظهر بره من خلال المؤمنين اللي عايزين بر الله، وبالتالي الإنسان المسيحي هو اللي بيتبرر بالصليب، وبالتالي زي ما قال معلمنا يوحنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا ويطهرنا من كل إثم، وبالتالي يبقى احنا بعد كده يبقى نبص على المسيح ونشوفه مصلوب، ونبتدي نتبرر بالإيمان به، ونبتدي لو أي وقت عندنا خطية نعترف بخطايانا، ودم يسوع ابنه ايه يطهر من كل خطية. بعد كده البركة الثالثة يقول لا أعرفه. معلمنا بولس الرسول قال يا جماعة أنا خسرت، ولكن إيه اللي خسره؟ قال اللي أنا خسرته أنا كسبان. ومكسب بولس هنا إنه زي ما قال في الأول أوجد فيه، وبعد كده البر الذي في الإيمان، وتالت مكسب بيقول يا جماعة الذي اللي أنا كسبته بعد كده من جراء تخليه عن النفاية، قال لا أعرفه. بولس عايز يعرف أهل فيليبي ليه هو ما حزنش وما تأسفش على كل الامتيازات اللي تخلى عنها في النظام اليهودي، وحصل النظام اليهودي لأنه حصل على هذا الكنز
اللي هو اتعرف بيه اللي هو المسيح. يقول لا أعرفه، يعني معرفة المسيح مش يعني عملية معلومات يكدسها الواحد في مخه عن السيد المسيح، لا، مهم قوي أننا نعرف الإيمان بتاعي وبعد كده نشرحه ونتكلم عنه ونتكلم عن المسيح ونتعرف بيه، وتبقى المسيحية معرفة قلبية داخلية بالمسيح، مش معرفة إيه، مش معرفة عقلية. لكن أنا بنتعرف على شخص المسيح من خلال العشرة، علشان كده معلمنا يوحنا يقول لنا في رسالته الأولى: الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. يا جماعة، اللي شفناه بعنينا واللي سمعناه بودنا واللي لمسناه بإيدينا، هو ده اللي احنا عايزينكم ايه تتعرفوا بيه، عشان يبقى لكم شركة معانا وشركة معاه. وبالتالي كلام يوحنا هنا في نفس المستوى، وبالتالي تلاقي الإنسان المؤمن مفروض ان هو ربنا بيدعيه عشان يبقى له الشركة نفسها مع المسيح، زي ما حصل الجماعة اليونانيين لما مسكوا الزعف أثناء دخول السيد المسيح لأورشليم على مرأى ومسمع من الجميع. ولما جه ناس يونانيين وجم لفيلبس وقالوا له: نريد أن نرى يسوع. ومع العلم أن يسوع كان موجود علانية والناس كلهم شافوه، لكن اليونانيين هنا ما اكتفوش بأنهم يشوفوه في وسط الجموع كده، هم عايزين يتعاملوا معاه بصفة شخصية وبعلاقة يعني فيها معرفة وعلاقة حب بينهم وبينه. فهنا لا أعرفه، الجوهرة اللي كسبها بولس هي معرفة المسيح، ومعرفة المسيح مش مجرد أننا بنعرف معلومات، لكن نعرفه وحنرضيه، ويبقى بالذات كده نلاقي معرفة المسيح بتتيح ليا أننا نسمع صوته، لأنه قال: خرافي تسمع صوتي وتتبعني، واللي مش من خرافه ايه مش هيقعد معاه. عشان كده خدوا بالكم في سفر العروس، لما راحت نعمة قالت لعروس ايه: بوعز ده ايه، ده قريبنا، يعني بيدري بيت الشعير بتاعه، فانت الليلة تروحي وتغتسلي وتدهني وتلبسي ثيابك وتنزلي إلى البيدر، وبعد كده تدخلي ويعني اكشفي ناحية رجليه والضجعي، بعد كده هو يخبرك بما تعملين. ده فرعوس الإصحاح الثاني. بعد كده لما حمتها قالت لها الكلام ده، لو هي راحت وعملت كل حاجة بس ما قعدتش تحت رجليه، بالظبط كده المنظر بيفكرنا بلقائنا بالسيد المسيح. هل أنا بنروح؟ هل أنا بنتطيب؟ هل أنا بنلبس ثياب نقية؟ هل أنا بننظف نفسي من الخطية؟ هل أنا بنروح له وأنا عايز نقعد تحت رجليه ماليش دعوة بحد تاني، ولا أنا رايح له ومشغول بميت حاجة تاني؟ لا، هنا زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لا أعرفه. لازم أنا عرفته، وبعد كده الخطوة التانية إيه؟ أنا عاشرته، وإن ما كنتش عاشرته يبقى أنا إيه؟ ما نعرفوش. لأن زي ما بيقولوا في المثل: أنت عاشرت فلان، تقول لا، يقول لك ما تعرفوش.
فأنا بدون عشرتي مع ربنا يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا بعيد عنه ما نعرفوش. وبالتالي لازم نتعلم إننا نقعد تحت رجلين المسيح، يبقى عندي وقت للإنجيل، يبقى عندي وقت للصلاة في الأجبية، يبقى أنا عندي وقت للكنيسة، يبقى أنا حاسس إن أنا مستعد نخسر أي حاجة ونحسب أي حاجة نفاية. من أجل إيه؟ من أجل قعدتي مع المسيح وقعدتي تحت رجليه، علشان كده نتمتع باللقاء معاه وتبقى بيني وبيني عشرة. عشان كده أقول لا أعرفه، يعني لما تعرف المسيح في المخدع ده درجة من المعرفة، لما تعرف المسيح في التجارب ده درجة تانية من المعرفة، لما تعرف المسيح وتلمس إيديه وتحس بإيديه ده درجة تانية من المعرفة، لما تعرف المسيح من خلال عطاياه وبركاته في حياتك ده درجة تانية من المعرفة. لو تقرأ سفر حزقيال 47 تلاقي إنه شاف كده نهر مية، وبدأ المية تبقى عند الكعبين وتطلع شوية عند الحقوين وتطلع. وإيه الحكاية؟ الكعبين دول بيرمزوا لسلوك الإنسان في المسيح، يعني حياتي حياة المؤمن بيبص على طول على المسيح ويتن ماشي برجليه تبع تحت على أسر خطواته، زي ما قال له كده واحد من التلاميذ بعد ما قضى الليل كله في الصلاة، قال له علمنا يا رب كيف نصلي، لأن إحنا ما عندناش نفس روح الصلاة اللي كانت عندك، وبالتالي نلاقي نفسي أنا دخلت في عشرة أكتر مع ربنا. وزي ما قال في الصلاة الوداعية، كل رجاء المسيح أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح إيه الذي أرسلته. وبالطريقة دي بمعرفته يبقى الحياة، وبالتالي نبقى نقدر نكمل لغاية ما نوصل الحياة الأبدية في السماء. يبقى احنا اتكلمنا عن ثلاث عطايا أو ثلاث بركات معلمنا بولس الرسول اتمتع بيهم في خلال علاقته مع ربنا. الأول بركة إنه إيه؟ أوجد فيه، وعرفنا معناه إيه. تاني بركة إنه هو يبقى إنسان بار في عين ربنا، عايش البر. ليس لي بري الذي في الناموس، لكن عندي بر تاني في المسيح. الحاجة الرابعة اللي هي لا أعرفه، وهنا مستوى المعرفة والعشرة اللي بيني وبين ربنا والدخول إلى العمق في العشرة. ربنا يدينا نعمة عشان نتمتع بالمعرفة الحقيقية ونعيش معاه كل الأيام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.